الآن وصلنا وياكم إلى فقرة جميلة جدا، يمكن أنه ينتظروها أغلب المشاهدين، هي فقرة مبدعون. في هذه الفقرة طبعا نستضيف أشخاص لهم فد رغبة في مجال معين مهني، قد أنه ما ينضمون إلى مؤسسة أو إلى عمل أو إلى مهنة، لكن تكون هوايتهم في صنع أشياء معينة، أو قد يكون أنه يودون يصنعون مشروعهم الخاص ومن ثم إن شاء الله ينطلقون إلى مشاريعهم الكبيرة بمجالات معينة، بمجالات طبعا أنه عديدة. هناك أيادي مبدعة ومهارات وإمكانيات عديدة جدا، وما نخص بالذكر طبعا مشاهدينا من نسائنا اليوم، ونسائنا العراقيات عندهم فد مجالات إبداعية جميلة جدا، يمكن مع قلة الإمكانيات لكن نشوفهم أنه يبهرون بين حين والآخر. اليوم طبعا سوف تكون إن شاء الله معنا بداخل الأستوديو الست آيات جواد، وهي طبعا عندها فد رغبة يعني معينة بصنع مجسمات مصغرات. هذه طبعا تطفد فكرة يعني شخص معين صاحب بيت مثلا أو مشروع يبنيه على أساس هذا الديكور أو شكل خاص. فنرحب بست آيات، أجمل ترحيب، صباح الخير والعافية عليك إن شاء الله. صباح العافية والمحبة عليكم جميعا، حياكم الله. صباح الخير والعافية، صباح العافية، أهلا بيك. يعني دا أشوف هذه المجسمات وصراحة أتمعن بيها، بيها تفاصيل كلش دقيقة وحلوة. خلينا نتعرف بداية عن هذه الهواية وكيف بديتي بها، وبعدين ننصح اللي يحبون أيضا أنه يمارسون هذه الهواية شلون يبدون. فن المصغرات هو أحد الفنون التشكيلية اللي موجودة حاليا، يعني حتى بالجامعات الفنون الجميلة. فن المصغرات هو تجسيد لواقع حي موجود بشكل وقياسات أصغر بكثير يعني من الواقع، ممكن أن تكون بحجم كف الأيد أو أكبر أو أقل قليلا. هي مجرد أنه نصنع نماذج مصغرة للواقع اللي موجود، للديكورات اللي موجودة أيضا. فن المصغرات قلت لك سابقا هو موجود بالكليات والجامعات فنون الجميلة، فأني مارست هواية المصغرات من دخلت كلية فنون الجميلة. صار لي تقريبا 6 سنوات أني أمارس فن المصغرات. يعني أنت مختصة بالفنون الجميلة؟ أي نعم، نعم اختصاص تصميم داخلي، نشتغل هكذا مصغرات مجسمات صغيرة. يعني وين مطلوبة هذه المصغرات؟ وين تحتاجوها بالتحديد؟ أكثر شيء أبسط شيء يعني لما يجي زبون أريد أصمم فد محل أو أريد أصمم فد مكان أو فد صالة أو غرفة نوم أو حتى حدائق يعني. فإحنا ممكن أنه بدل ما نشتغل اللي هي برامج وعلى الحاسب أو هيك شيء، فنشتغلها مجسمات واقعية. طيب المصغرة يعني تكون أبسط أنه توضح الفكرة. نعم، ذكرت على مسألة أنه أحيانا يكون التصميم إلكتروني، وهذا اللي أشرت إلى صراحة سبقتنا بالحديث، يعني البعض يقول ليش ما نروح نلجأ إلى التصميم الإلكتروني، يمكن يكون سهولة في تغيير الألوان، قد يكون الإضافات المعينة، ليش أنه تكون هذه المجسمات فبالتالي تأخذ جهد وتأخذ وقت. فما هو الهدف إلى أنه يعني يقدم إلى الزبون المجسم المصغر وقد يكون يعني مرحلة إضافية عن التصميم الإلكتروني؟ أحد الزبائن يعني ما يفضل أنه يكون التصميم إلكترونيا، يعني يفضل أنه الخامات تكون ملموسة، يشاهدها بعينها ويطلع بها ويلمسها بإيده، فأنه توصل الفكرة بصورة أوضح مما أنه يشاهدها عبر الإلكتروني والبرامج وهيك أشياء. نعم، وهي جمالها يمكن أكثر. أكثر جمالها. زين، يعني الهاوي لهذه المهنة ممكن أو هذه الحرفة ممكن أنه يمارسها من غير أنه يدرس فنون جميلة أو يعني هذه التفاصيل يصير صعب على الموضوع؟ لا أكيد، يعني ما إلى في الدراسات معينة، أبسط شيء أنه تكون هو نابع من الإبداع الشخصي أو أنه يكون هاوي لهذه المسألة. زين. أكثر شيء يعتمد على الخامات اللي موجودة، يعني أنا أبسط شيء من أشاهد فد قطعة يعني حقيقية حية، أقعد أحللها بعقلي أنه هذه من يا خاماني أقدر أشتغلها وأسويها مصغرة، شلون أشتغلها الطريقة. فن المصغرات يخلي الشخص أو الفنان أنه يكون عنده دقة الملاحظة والتركيز عالية جدا. نعم، لطيف. خلينا يعني نسولف إن شاء الله عن هذه المجسمات اللي جبتيها اليوم. هذا أول مجسم. هذا أول مجسم هو مخبز اشتغلته بإيدي. هذه المادة هي مادة الفيذر بورد، احنا نشتغل بها المصغرات، تكون عبارة عن فلين مضغوط جدا وقياساتها جدا متوفرة بالأسواق، متوفرة بكل المكاتب والأسواق اللي موجودة، بحيث قياسها سمكها 3 ملم احنا نشتغل بها. هذه المخبوزات اللي اشتغلتها حاليا هي من
خامات بسيطة اللي هو الطين الاصطناعي، وفرته يعني بهيك أشكال وبهيك نماذج، وأيضا نقدر إنه نصنعها من عجينة السيراميك. أيضا نعم. إحنا نقدر نشتغل بها هواي أشياء يعني. نعم. المخبوزات من ضمنها. ست آيات، احيانا يمكن يجفد فكره معينه لمجسم مصغر ببالش، لكن قد تشوفين اكو صعوبه معينه في تشكيل، لان صغر المجسم يكون قد يكون صعوبه في تشكيل كل تفاصيل يعني فكره هذا المجسم، فكيف يعني تم تدارك هذا المساله؟ أكيد، خاصة إذا كانت التصاميم اللي تحتوي على الانحناءات الدائرة أو القوس هذه مو بسهولة إنه إحنا نشكلها بقطع صغيرة، فلهذا السبب إحنا دائما نلقى بديل إلها. مثلا إذا هي بالواقع من الحديد صاير قوس، لا إحنا ممكن من الورق ولكن نلونها نفس لون الواقع فتبين إنه هي نفس الخامة. إحنا دائما نلقى البدائل بتصميم المصغرات، يعني مو نفس الخامة هي موجودة واقعية. نعم لطيف. هذا الجدار والتعرجات شلون اشتغلتوها؟ هاي الضربات اللي بالجدار مالت المخبز، هذه عجينة أنا كونتها ألوان أكريليك، والعجينة هي اشتريتها عجينة سيراميك أيضا، أجنب الديكورات الواقعية أنه تكون من الشغل اليدوي، يعني مو الشغل الجاهز، لا الشغل اليدوي دائما يفضلونه بهيج تصاميم يعطي جمالية ولمسة خاصة. بالضبط. نعم. والألوان اللي نستخدمها تكون الألوان الحيادية، اللون الأبيض والألوان الجوزي والتدرجات البيجي والفاتح. نعم. وها يعني شيء طبيعي. طيب ست آيات، حتى الوارد يعني اللي هنا مستخدمته أنا طبيعي. صحيح. عندكم في مشاركات معينة ببازارات أو يتم عرض كل هذه النماذج قد يكون يعني مجمعات للتسوق أو ما شاكل؟ أي نعم، دائما أشارك في مهرجانات في بابل وكربلاء، مهرجانات تخص الفنون عامة. يعني شلون تشوفون إقبال أو تفاعل يعني أكثر شيء معنا؟ الأطفال يقبلون على هيك تصاميم يستخدموها بفن اللعب يعني. أي يستخدموها أثناء لعبهم، فيعني في عليها إقبال كلش قوي. يحبوها كلش هواي. نعم. هم طفل مثلا قال لك أنا هم أريد أشتغل مثلك، شلون سويتي هذا الشغل؟ حب إنه يعني يشتغل نفس هذه الشغلة علمتي؟ اي نعم، ابسط شيء يعني اضرب مثال انه اطفالنا اللي بالبيت يقولوا لي ست آيات نريد نشتغل نفسك، يعني فاني اعلمهم بس مو بالخامات هذه، هذه الخامات تحتاج قوه يعني تحتاج تركيز. ابسط شيء كرتون يمكن، اي من الكرتون الورق المقوى هاي الالوان نقدر نشتغل بها، يعني انه هذه القطعه اني اقطعها بالشفره فهذا الشيء ما يقدرون الاطفال يستخدموه. نعم صح. فمسدد يعني مقص الورق والورق المقوى نصنع من عندها اشكال بسيطه، فيعني والكرتون العادي. نعم. اي نعم. زين هنا عندنا شنو الديكور هذا؟ هذا ديكور خارجي احنا نسميه لواجهه بيت. نعم. طارمه باختصار، جراج خارجي. حلو. درج باب بمدخل البيت، درج بسيط. هذه حديقه صغيره وهنا انا قاعده خارجيه يم النافذه مالت البيت. لفتتني هذه يمكن قطعة مالت السبحة، صحيح؟ اي كلش احنا دائما قلت لكم نلقى البدائل، فمزهريات صغيرة مو بسهولة واحد يلقاها جاهزة، اقدر اصنعها من عجينة السيراميك ايضا، بس انا دائما احب استخدم استخدامات اخرى يعني اللي هي مثلا هسه هذه الخرز احنا نقدر نستخدمها. كل ما تلقين فازة بهيك حجم ماكو هيك شيء، فاحنا دائما نلقى البدائل الها. نعم. لطيفة. طيب جداً. ست آيات يعني صراحة يعني أنا دا أشوف أكو التفاصيل جدا دقيقة بهذا المجسم، يعني صراحة حضرتك وأي فنان اليوم يهوي مسألة أنه المجسمات وهذه المصغرة ما تفوت أي تفصيلة، لأن هو راح يعطي فد يعني فد نظرة عامة لهذا الديكور، لكن من يدخل ويتأمل به راح يشوف أنه حتى الزاوية حتى أنه المنطقة المهملة أحيانا تكون في البيت، لا أنتم ما شاء الله ماليتها بشيء معين. يعني من أين يتم انتقاء يعني أو اقتناء عفوا أنه هذه المجسمات الصغيرة جدا أو التفاصيل، يعني مثلا أنه الأثاث أو حتى أنه الورود أو ما شاكل، قد يكون أنه في مراكز تسوق خاصة أو عند أهل الكماليات، أو قد يكون بعض من الأشخاص يحب يبدي هذه الخطوة. أول شيء بداية أني اختصاص تصميم داخلي، فهذه التصاميم والمدارس كلها أني دارستها، الألوان كيفية استخدامها وتوظيفها أيضا دارستها. التصميم الداخلي هو تصميم ديكورات وقطع أثاث، فأني في غنى عن هذه المعلومات، يعني لازم أنه أطبقها وأوظفها، يعني مو ممكن أنه أخطأ أو أترك فد زاوية معينة. هذه رسالة أيضا أنه أوصلها للمشاهد أنه يقدر يطبقها حتى بحياته الواقعية.
ثانيا انه القطع موجوده متوفره بكل الاسواق والمكاتب، مكاتب الفنون ايضا هي متوفره هواي قطع موجوده في محافظه كربلاء والمحافظات البقيه، ايضا موجوده في محافظه كربلاء والمحافظات الاخرى، وايضا المهندسين المعماريين يستخدمون هذه النماذج بدراستهم، فمتوفره وبكثره ايضا واسعار مناسبه. تمام. نعم. لطيف. هذا اخر نموذج نتحدث عنه؟ اي نعم، هذا محل، محل هذا عنده اشوف هنا ملابس، ملابس وهنا احذيه وحقائب تكرمون يعني. هذا المحل تصميم عصري مودرن يعني. نعم. تفاصيل جدا بسيطه. نعم. جدارين فقط، زاويه. هل فكرتي هذه الملابس تسويها حقيقيه؟ اي ان شاء الله قريبا ان شاء الله، بس تحتاج كلش هواي وقت وجهد وخامه يعني، لانه نعم. شغل صح. يدوي مصغر خالي يعني. نعم. اي اقمشه ممكن، ممكن فكره خيطين يعني او هيك شيء، كل شيء نسوي على مود يطلع التصميم اكثر واقعيه يعني. اها نعم. لطيف جدا. طيب اكو بعض من التصاميم انه يعني قد يكون اخفاق صار بيها، جربتوها مره ثانيه او اجت فكره ببالكم لا ما نجحت، جربتوها مره ثانيه انه اجى بيديكم تمام؟ اكيد ست بالتجربه، مو بسهوله الواحد من اول مره يخلق الشكل نفس ورا مرتين او ثلاث مرات، لازم انه يكون اكو فد مستوى. لا اكيد بهذه المرحله اللي وصلتوا لها اكيد اكيد، يعني هوايه عندي نماذج خربت يعني وعفتها، لانه طريقه الاستخدام يعني ممكن انه انا بالتجربه ما عرفت شلون اسويها. وهذه رساله نوصلها لبعض من الاشخاص يعني. قد يجرب هذه المساله ويخفق بها، ما نقول يفشل، يخفق بها، فبالتالي انه يتراجع يقول لا تماما هذا مو مجالي انا اللي راح اختص به، فيكون يمكن تهبط معنوياته. اهم شيء عند الانسان الشغف والطموح، إذا إنسان ما عنده شغف وطموح مو ممكن إنه يوصل للهدف اللي يريده، ولا يقدر يوصل للنقطة اللي يريد يحققها، وخاصة بهذا الوقت. هواي عندنا سبل مغريات ثانية إنه تلهينا عن الإبداع، تلهينا عن هواي أشياء واقعية وإيجابية إحنا نقدر نعم. نستثمرها نعم. حياتنا. زين. آخر شيء عفواً الوقت. نعم. إيش قد تخصصين وقت للشغل؟ كل نموذج مثلاً مثل هذا. إيه. حسب النموذج. هذا ايش قد يخلص وياك؟ ثلاث ساعات. اقل شيء ثلاث ساعات. نعم. انا عندي نماذج اشتغلتها تصميم خارجي لبيت خارجي، يعني طابقين مع تفاصيل البلكون وادق تفاصيلها كلها، استغرق عندي ثلاث ايام. اي حتى الخامات اللي استخدمتها شويه اكثر واقعيه، زجاج استخدمت، خشب واقعي، طابوق صنعت صغير وسويته، يعني هوايه. نعم. استغرق وقت. نعم. فحسب التصميم وحسب الخامه اللي انت تردين تشتغلين بها يستغرق وقت من عندك. نعم. شنو تحبين تقولين ايات اليوم؟ صراحه كل انسان يبدع في مجال معين، اكو فد متعه معينه من يعني يتم انتهاء من هذا التصميم او هذه الطبخه او هذه الفكره اللي طبقها، بالذات للنساء، شنو تحبين من رساله توصلي لهم؟ رسالتي خاصه للبنات الشابات في مرحله المراهقه المتوسطه والاعداديه، خاصه هذه المرحله، لا تخلين اشياء جانبيه تلهيك عن طموحك عن موهبتك، القي نفسك يعني وين، شوفيها هي وين بالتجربه. انا جربت عده اشياء، جربت الرسم، جربت فن الريزن، جربت النحت، جربت الخزف، لقيت نفسي بهذا الشغل. يعني بالتجربه وبعده اشياء انت تجربينها تلقين نفسك، من تلقين نفسك بهذا الاختصاص تمسكي بيه جدا. اول مره ما راح تنجحين، ثاني مره ممكن تنجحين بنسبه 20%، بس بالاستمرارية لا راح توصلين للمستوى اللي انت ترضينه. نعم. ايضا اكيد سنتي. بالاستمرارية وانه ما نترك شيء اللي نحبه. شكرا لك ايات، شكرا لحضورك ويانا وامتعتينا بهذه النماذج الحلوة، وان شاء الله نشوف اكثر واكثر في مهرجانات عالمية تشاركين بها. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.